هلا والله، مساكم الله بالخير مشاهدينا ومشاهدين قناه فلوج الفضائيه، برنامج مطبخ صلاح. وياكم الشيف صلاح الراوي، مساءكم كل سعاده وطاقه وافراح، جمعتكم مباركه، اطباقنا مختلفه. وبدايه النوه مشاهدينا، نتلقى جميع الاتصالات على الارقام الموجوده امامكم على الشاشه. وفيما يخص اطباقنا لهذا اليوم، طبعا بامكان ايضا الاستفسار وترك تعليقات على مواقع قناه الفلوج الفضائيه على الفيسبوك او اليوتيوب. فيما يخص الاطباق، بدايتها طبق رئيسي متمثل بيخني اللحم والفطر، راح نتناوله ان شاء الله بصلصه مرتبه باستعمال كريمه الطبخ، بعيدا عن معجون الطماطه ومعجون الفلفل. مكونات سهله وبسيطه، كل اللي نحتاجه كميه من اللحم. راح نستعمل لحم الكتف الغنم بالاضافه الى الفطر الكريميني الهولندي، طبعا بامكان استعمال التشما او اي نوع من الفطر المتوفر. عندنا كميه من البصل اللؤلؤي بالاضافه الى كريمه الطبخ، زنجبيل اساسي، فلفل حار اختياري، موضوع ميكس من التوابل على اختلافها، كل من الثوم بالاضافه الى الهيل. عندي ماجي اللحم زياده تركيز نكهه اللحم، عندي المي اللي سلقت به اللحم كذلك محتفظين بيه، واللي يكون حاول على نسبه عاليه من مونه اللحم اثناء السلق. ميكس من التوابل على اختلافها، كاري بالاضافه الى الكزبره والفلفل الاسود، راح نتناولها ان شاء الله بكافه تفاصيلها، تعطينا طبق غني بالقيمه الغذائيه بالاضافه الى النكهه المميزه اللي حصل عليها بكل من اللحم بالاضافه الى الفطر والتوابل المضافه. اكيد عندي صلصه، احتاج طبق مكمل، بالتالي احتاج رز او برغل على اختلافها. طبعا راح نجهز اليوم ايضا برغل البازاليا بمكونات سهله وبسيطه على اختلافها من شعريه بالاضافه للبازاليا، كميه من البرغل الخشن، عندي حبه بصل والباقه العطريه اللي هي كل من القرفه والهيل بالاضافه الى الزبده والفلفل الاسود الحب، واكيد ماجي لزياده تركيز نكهه الخضار، بامكاني اضافه ماجي اللحم. مكونات سهله وبسيطه، طبق رئيسي، طبق مكمل له. اكيد عندنا طبق حلو ايضا. فيما يخص طبق الحلو لهذا اليوم، عندنا بودنج الخبز وهو نوع من الحلا الشحميه، طبعا مكوناتها سهله وبسيطه، كل اللي احتاجه اي نوع من الخبز. الخبز هنا طبعا المقصود به هو الصمون على اختلافه، بامكان استعمال صمون البرجر، صمون العادي الحجري، بامكان استعمال صمون الخبز الفرنسي. بنحتاج كميه من الحليب، كميه من كريمه الطبخ بالاضافه الى بودره الكاكاو، عندي حليب مكثف، عندي الزبيب، بامكان اضافه انواع مختلفه من المكسرات، راح اكتفي بالجوز، بامكان استعمال الجاج والبندق الى اخره من المكسرات اللي بامكان اضافتها لهذا النوع من الحلب. مكونات سهله بسيطه، ان شاء الله راح نتناولها بكافه تفاصيلها. طبق الرابع بحلقتنا لهذا اليوم هي سلطه خفيفه ايضا لطيفه، مكوناتها سهله وبالمتناول، كل اللي احتاجه هي سلطه الرمان والجوز، احتاج كميه من البرغل بالاضافه للبقدونس، عندي كميه ايضا من الرمان والخضار على اختلافها، كل من الفلفل والطماطه، وعندي ايضا كميه من البقدونس والبصل الاخضر، دريسنج خفيف راح نجهزه باستعمال كل من البابريكا بالاضافه الى عندي الريحان اليابس ودبس الرمان بالاضافه الى حمض الليمون وزيت الزيتون. اطباقنا لهذا اليوم، نتلقى جميع الاتصالات والاستفسارات على الارقام الموجوده امامكم على الشاشه مشاهدينا. بدايه نجهز اليخني، قبل ما نجهز نتكلم شويه وناخذ المقادير. طبعا عندي كميه من كتف الغنم تكون مسلوقه باستعمال باقه عطريه بالاضافه الى البصل والثوم، نتخلص من الرغوه. الطبخ يكون على حسب حجم قطعه اللحم المضافه، بالتالي يعني نقول نوعا ما 50 دقيقه. طبعا نتخلص من الزفريه ان وجدت، باقه عطريه على اختلافها، ورق غار، قرنفل، دارسين بالاضافه الى الهيل مثل ما نلاحظ. طبعا اكيد نحمس بزيت بدايه الامر، بعدها نضيف الخضار والباقه العطريه اللي ذكرناها. بعد ما يستوي عندنا اللحم نعزل القطع، نتخلص ناخذ كميه من مي اللي سلقنا به اللحم، بالتالي راح نجهز به صلصه اليخني او المي اللي راح يجهز لنا اليخني، بعد خلطه بكريمه الطبخ. مكونات سهله، طبعا البصل راح استعمله اللؤلؤي والفلفل الحار قلنا موضوع اختياري، زنجبيل اساسي، نكهه الزنجبيل بالاضافه الى المواد الصحيه الموجوده بالزنجبيل بالاضافه الى الثوم والتوابل على اختلافها، راح اكتفي بالهيل والكزبره بالاضافه الى الفلفل الاسود والكار. ناخذ المقادير ونبدا بدايه الامر بالتجهيز. طبعا اكيد نحتاج كرمله سريعه للخضار والمتثله بكل من البصل بالاضافه الى الثوم مع الباقه العطريه. بعدها راح نكرمل، بعد كرمله الخضار راح نضيف كرمله للفطر، طبعا قطع اللحم عندنا جاهزه مجرد اضافتها ونبدا بالتجهيز. طبق غني سهل، مكوناته جدا بسيطه، تعطينا طبق يعني يفي الحاجه بالنسبه للطعم او القيمه الغذائيه الداخله بتكوينه. بدايه عندنا قطع اللحم بالاضافه للفطر، كميه من البصل، طبعا قلنا راح نستعمل بصل لؤلؤي، عندنا الثوم، زنجبيل، فلفل حار بالاضافه لكريمه الطبخ، وهنا عندنا التوابل واللي هي كل من الكزبره بالاضافه للهيل، وعندي الفلفل الاسود والكاري مع القليل من ماجي اللحم.
طبعا هنا ماجد اللحم راح يلعب لي دور زياده تركيز نكهه اللحم فيما يخص الزبده، بامكان استبدالها باستعمال الدهن الحار او امكان اضافه السمن، وبامكان ايضا استعمال الزيت النباتي. بدايه الامر ضفنا الزبده، مجرد ما تذوب عندي الزبده راح ابدي بكرمله الخضار بطبيعه الحال، وحتى اجهز اليخني مالتنا. مكونات جدا بسيطه، طبعا ضفنا الزبده، تذوب عندي الزبده راح ابدي باضافه وكرمله سريعه الكل من الزنجبيل والهيل والبصل، بالاضافه الى الثوم، تبدي عندي الروائح العطريه المنبعثه من الخضار المضافه، بالاضافه الى الباقه العطريه اللي ضفناها. بعدها راح نبدي باضافه الفطر، اكيد من مجرد ما يتكرمل عندي الفطر وتبدي النكهه مالته تتغلغل مع الخضار اللي تكرملت بدايه الامر، وتبدي تنتج عندي اولى مكونات طبقنا الرئيسي اللي هي يخني اللحم. بعدها نضيف قطع اللحم، كون انه قطع اللحم على اعتبار انه اخذت الاستواء المطلوب بالاضافه الى القليل المطلوب اثناء عمليه السلق، وتكون المونه الخاصه بالطبق مالتنا موجوده داخل مي اللي سلقنا به اللحم. تبقى عندي فقط خلط مي السلق مع كريمه الطبخ، طبعا بعد اضافه اكيد التوابل للخليط. راح نوافي الخطوات ان شاء الله بالتدريج، طبق سهل جدا وغني بطبيعه الحال. قلنا اليخن هنا راح نستبعد كل انواع الصلصات على اختلافها، من صلصه معجون الطماطه او معجون الفلفل، راح نكتفي اليوم باستعمال كريمه الطبخ. فيما يخص الفطر راح استعمل طبعا الفطر الكريميني الهولندي، بامكان استعمال اي نوع فطر متوفر، وايضا بامكان استعمال الشيمه، الموضوع اختياري يعني عمود النكهه، لكن عندنا اللحم اساسي والفطر اساسي ايضا. راح نستمر بالتحريك، طبعا اكيد ايضا راح نقدم طبق ثانوي مع اليخني مالتنا واللي هو البرغل بازاليا. مكونات ايضا سهله وبسيطه، مجرد ما ننتهي من تجهيز اليخني راح نبدي بتجهيز الرز. ذابت عندي الزبده بدايه الامر مشاهدينا، عندي كميه من البصل اللؤلؤي نكرملها بالاضافه الى الثوم. تحريكه سريعه، طبعا حتى اكرمل واحصل على باقه عطريه او المونه اللي اريدها بان واحد راح اضيف حبات الهيل، وعندي الزنجبيل، زنجبيل فريش ايضا. طبعا هنا تحتاج قليه وكرمله سريعه الكل من الثوم والبصل والزنجبيل مع الهيل باستعمال الزبده المضافه، طبعا على نار عاليه مجرد ما تتكرمل عندي وتبدي الروائح العطريه تظهر، بالتالي اكون وصلت الى المستوى المطلوب واكمل التجهيز. طبعا قلنا موضوع اضافه الفلفل الحار موضوع اختياري، لكن يعطي نكهه بعد ما يمزج بالاضافه الى الحدوده اللي راح تنبعث عندنا من الزنجبيل، بالتالي فراح ينطي نكهه مميزه لليخني. وهنا الموضوع اختياري فيما يخص اضافه الفلفل الحار، طبعا عندنا كميه ايضا من الفلفل الحار راح نضيفه بدايه الامر. صار عندي هيل بالاضافه الى الثوم مع البصل، وعندي كميه من الفلفل الحار. تحريك مدة دقيقة، مجرد ما يتكرمل عندي بصورة صحيحة راح ابدي باضافة الفطر. مجرد ما يذبل عندي الفطر وتبدي المونة ما تتمزج مع الخضار اللي كرملناها، بالتالي اقدر اضيف اللحم واقدر اضيف الباقة العطرية المكس التوابل عفوا، واخلط الكريمة بمي السلق واملح على نار هادية 20 دقيقة، تتشرب عندي المكونات تمزج بصورة مضبوطة، يكون عندي اليخني جاهز. يعني اطول مدة تجهيز هذا الطبق هي تكون اثناء عملية سلق اللحم، وبإمكان الاستغناء عنها وتجهيز الطبق بآن واحد وبعملية واحدة باستعمال قطع لحم مقطعة بشكل صغير مثل استعمال التندرلون اللي هو عبارة عن فتيلة اللحم الخالية من الأعصاب والدهون، بالتالي أيضا مدة الاستواء مالتها تكون قليلة فتتناسب عندي، يصير عندي عملية نسبة وتناسب، بالتالي حصل على استواء كامل للمواد الداخلة بتجهيز يخني اللحم والفطر بآن واحد. تكرمل عندي كل من الفلفل والبصل والثوم بالاضافه الى الهيل، راح اجي الان اضيف الفطر. الفطر طبعا راح اضيفه بشكل حبات كبيره مثل ما هي، طبعا موضوع الفطر يكون مسح باستعمال المناديل المرطبه، ما نغسله بمي. تحريكه سريعه،
طبعا نغطي كل حبات الفطر بالزبده مع التحريك المستمر. راح اغطي طبعا مجرد ما تبدي تظهر عندي السوائل بالتالي الناتجه من قلي الخضار بالاضافه الى الفطر، راح يتكون لي اكيد بخار ماء داخل الجدر، بالتالي راح يذبل عندي الفطر واحصل على النتيجه المطلوبه. راح اجي الان عندي كميه من مي اللي سلقنا من اللحم، راح نجي نجهز الصلصه او صلصه اليخني. راح انزل بالكريمه على مي السلق طبعا بهذا الشكل، طبعا تحريكه سريعه. اكيد مي السلق يكون حاوي عندي على مونة الباقه العطريه، الباقه العطريه المضافه اللي هي عباره على كل من ورق الغار بالاضافه الى الهيل مع القرفه بالاضافه الى البصل والثوم. راح احرك حتى تكون عندي الصلصه جاهزه. مثل ما نلاحظ ونشاهد هنا عندنا صلصة اليخني صارت جاهزة. الفطر مالتنا ذبل ونشوف كمية بخار الماء اللي ظهرت بعد ما رفعنا الغطاء. تحريكه كرمل عندي الفطر. راح أكمل طبعا الريحة موضوع. راح أجي الآن عندي قطع اللحم جاهزة، راح أضيف قطع لحم. قلنا هنا اللحم المستعمل عندي لحم كتف الغنم. راح أجي أضيف التوابل، عندي فلفل أسود، عندي كزبرة ناعمة، وعندي كمية من الكاري. زيادة تركيز نكهة اللحم، مكعب ماجي، تحريكة صغيرة، طبعا الان راح ننزل بالكريمه ومي السلق. نملح ونص النار على نار هاديه طبعا حتى ما تتفاعل عندي كريمه الطبخ بصوره سريعه، بالتالي اريد النكهه تمزج بين كل مكونات اليخني من ثوم وبصل بالاضافه الى الهيل مع الزنجبيل والفلفل الحار واللحم والفطر. طبعا هنا وراح نغطي نص النار ونعوف على نار هادية مدة ما تقل عن 25 دقيقة، بالتالي أكون حصلت على النتيجة المطلوبة فيما يخص تجهيز يخني اللحم والفطر. هذا طبقنا الرئيسي لحلقتنا لهذا اليوم مشاهدينا. الآن عندي الطبق المكمل واللي هو عبارة عن برغل البازاليا، طبعا مكوناته أيضا سهلة وبالمتناول. اللي يحتاجه كمية من البرغل بالإضافة للبازاليا. هنا موضوع إضافة الشعرية اختياري، عندي حبة بصل، عندي باقة عطرية هي كل من القرفة والهيل بالإضافة إلى الزبدة، وعندنا أيضا فلفل أسود الحبل اللي يعتبر أيضا كباقة عطرية داخلة بتجهيز البرغل. لكن قبل ما نبدي بتجهيز البازاليا طبعا البرغل مالتنا برغل بازاليا، أريد أكو خطوة لازم نجهزها بداية الأمر حتى نحصل على طبقنا الثالث واللي هو البودينج الخبز، واللي هي عملية طبعا لازم ننقع الخبز مالتنا بالصلصه مده ما تقل عن 10 دقائق قبل ما ندخلها للفرن. فراح ندي هاي الخطوه بعدين نرجع لتجهيز البرغل. فعندنا الان طبقنا الثالث لحلقتنا لهذا اليوم واللي هو البودنج الخبز. قلنا هو نوع البودنج المقصود به نوع من الحلاء الشحميه او الحلاء المطاطيه بطبيعه الحال. لتجهيزه احتاج ميكس من المواد على اختلافه، نحتاج كميه من الخبز. هنا الخبز المقصود به الصمون، قلنا صمون البرجر، صمون الفرنسي، اي نوع صمون. بامكان ايضا استعمال خبز التوست، الموضوع اختياري. طبعا راح نقطع قطع الخبز بدايه الامر، نحتاج نجهز الصلصه اللي راح نغرق بها الخبز مالتنا طبعا بعد تقطيع الخبز او الصمون بتعبيره صح. طبعا عندنا كميه من الزبده بالاضافه الى كريمه الطبخ، كميه من السكر بالاضافه الى الكاكاو الباودر، عندي كميه من الفانيلا
بالاضافه الى طبعا عندنا الكشمش وعندنا الحليب المكثف، ثلاث حبات من البيض. وفيما يخص المكسرات الموضوع اختياري، راح اكتفي باضافه الجوز، بامكان اضافه الفستق الحلبي، دجاج ولوز حسب، والبندق هذا حسب الرغبه. فبدايه الامر ناخذ المقادير ونبدي بتجهيز طبقنا الثالث حتى يكون جاهز وندخله للفرن ونحصل على النتيجه المطلوبه فيما يخص اطباق حلقتنا لهذا اليوم. فناخذ المقادير الخاصه طبقنا الثالث واللي هو بودينج الخبز. طبعا عندي خبز صمون، حليب بالاضافه الى البيض، كريمه، عندي كميه من الزبيب، طبعا عندنا الجوز، كشمش، بالاضافه الى السكر مع فانيلا، عندي الباودر الكاكاو، عندي حليب مكثف بالاضافه الى الزبده. طبعا بدايه الامر راح نبدا بتقطيع الخبز. التقطيع يكون بشكل سلايسات. طبعا ماكو مشكله فيما يخص موضوع اذا كان عندي الخبز ميبس، بالتالي راح يطرى باستعمال الصلصه المضافه. اللي تقطع عندي اخليه بصحن بايركس. طبعا نحتاج نجهز صلصه والماده اللي راح نغطي بها الحليب. فراح يكون عندي قطعتين الخبز بدايه الامر، ادي الجوز راح نضيفه، طبعا الاليه تكون مقاربه تجهيز الام علي الحلقه اللي تناولناه بحلقه من الحلقات. عندي كميه من الكشمش، راح اجي الان اجهز الصلصه المطلوبه. بدايه الامر عندي حبتين بيض، كمية من الحليب، شكر، فانيلا، عندي كمية الفانيلا نقسمها قسمين. طبعا نحتاج بعد نجهز صلصة أخرى بالمواد المتبقية. طبعا هنا صار عندي بيض، حليب، فانيلا وشكر، راح نخلط. هذا القدر، طبعا هنا الغرض منه هو خفق بياض وصفار البيض بشكل صحيح. راح اجي الان هذا يعني شبه الصوص او الدريسنج نشرب به الخبز او الصمون مع الكشمش. طبعا نحاول قدر الامكان انه نشربها بالشكل الصحيح. المقصود بهذا الحلق انه هي حلاء شحميه،
طبعا هنا مده ما تقل عن 10 دقائق مجرد ما يتشرب عندي الخبز بصوره صحيحه بالصلصه اللي جهزناها، بالتالي اقدر اضيفها على الفرن. مده الشواء ربع ساعه وتكون عندي جاهزه. هنا ما نكتفي طبعا، بعد ما نطلعها اكيد نحتاج نوع من الصلصه على الوجه الخارجي. هنا أنا الصلصه ايضا راح نجهزها بالمواد المذكوره فيما يخص تجهيز البودنج الخبز. طبعا المواد المتبقيه عندنا هي الكاكاو الباودر، بالاضافه الى عندنا الحليب المكثف مع كريمه الطبخ والزبده وحبه البيض. طبعا هاي راح نخفقها على نار هاديه الماء تجهز، بالتالي ايضا نجهزها الان. راح نجي بدايه الامر نضيف الزبده ومجرد ما تذوب عندي الزبده راح ابدي باضافه بقيه المكونات. طبعا المتبقي عندي هو كل من كريمه الطبخ، كاكاو باودر، بالاضافه الى الحليب المكثف مع حبه البيض، اكيد عندنا ايضا الفانيلا. بين ما تذوب عندي الزبده راح اجي اخلط عندي كريمه الطبخ بدايه الامر. طبعا هنا نحتاج صلصه كثيفه القوام. عندي فانيلا، عندنا الحليب المكثف وعندي كاكاو باودر. عندنا كمية من الشكر طبعا وحبة البيض. طبعا بين ما تذوب الزبدة راح نسوي شيك سريع. طبعا هنا راح تكون هاي الخلطة راح تكون الوجه الخارجي، الصلصة اللي راح نضيفها على الخبز والكشمش والحليب، بالإضافة إلى الصلصة اللي ضفناها بعد ما تأخذ عندي الاستواء المطلوب بالفرن، قلنا مدة ما تقل عن 15 دقيقة حتى نوافي النتيجة. تحريك مستمر إلى أن تنخفض عندي حبة البيض ويذوب عندي الشكر، بالإضافة إلى إذابة تكتلات الحليب الكاكاو الباودر المضافة. طبعا مجرد ما نضيفها على الزبده، الغرض من اضافتها على النار هو الزبده تطين النعومه، بالاضافه الى انه كريمه الطبخ تاخذ الفعاليه اللي تعتبر كماده مكثفه بهذا الصوص. طبعا في حال ما توفرت الكريمه بامكان استعمال النشا كبديل. ذابت عندي الزبده بطبيعه الحال، راح اجي انزل بالصوص على الزبده مع التحريك المستمر. طبعا الزبده راح تعطينا النعومه. راح ننص النار على نار وسط الى ان تاخذ عندي الكريمه الفعاليه المطلوبه. الان مشاهدينا راح ناخذ الخليط اللي جهزناه واللي هو عباره عن كشمش مع جوز، بالاضافه الى الخبز، باستعمال الصلصه اللي جهزناها واللي هي عباره عن حبتين بيض مع الحليب فانيلا وسكر. طبعا نخليها بالفرن الى ان تستوي او تقسب بتعبير اصح. راح ينتج عندي نوع من الحلا الشحمي. طبعا مده ربع ساعه راح تكون عندي بودنج الخبز جاهزه. هذا كل ما يخص تجهيز طبق الحلو بحلقتنا لهذا اليوم واللي هو بودنج الخبز. خلينا ناخذ نظرة سريعة على مقادير طبقنا الثالث بحلقتنا لهذا اليوم ونكمل تجهيز. طبعا جهزنا ايضا الصلصة الخاصة فيما يخص بودنج الخبز وهي على النار، نار وسط. مجرد ما نخرج صينية بودنج الخبز راح نضيف الصوص اللي جهزناه واللي هو عبارة عن كريمة مع بيض.
بالإضافة إلى الحليب المكثف والكاكاو الباودر مع السكر. مكونات سهلة وبسيطة مثل ما نلاحظ المقادير. خبز عندنا حليب بيض بالإضافة إلى الكريمة. عندي كمية من الزبيب، قلنا المكسرات راح نكتفي بالجوز، بإمكان إضافة أي نوع من المكسرات. عندنا الباودر الكاكاو بالإضافة إلى الحليب المكثف، وعندي كمية من الزبد. طبعا الصوص عندي بدا ياخذ القوام بفعاليه الكريمه المضافه. الى هنا مشاهدينا انتهينا من تجهيز طبقنا الرئيسي واللي هو يخني الفطر واللحم، بالاضافه الى طبقنا الثالث حلقتنا لهذا اليوم واللي هو عباره عن بودنج الخبز. الان عندي طبق المكمل حلقتنا لهذا اليوم، مكمل لليخني واللي هو البرغل. طبعا برغل البازاليا مكونات سهله وبسيطه، اللي يحتاج كميه من البازاليا المسلوقه بالاضافه الى الشعرية. عندي حبة بصل باقة عطرية واللي هي كل من القرفة بالإضافة إلى الهيل. عندي كمية من الفلفل الأسود الحب وكمية من البرغل. مكونات جدا سهلة وبسيطة راح نتناولها إن شاء الله خطواتها، لكن بداية نأخذ المقادير. نضيف قالب الزبدة بداية الأمر، ونأخذ المقادير الخاصة بتجهيز برغل البازاليا ونكمل التجهيز. مثل ما لاحظ عندي برغل خشن، كميه من الشعريه، طبعا اكيد تذوب الزبده كرمل الشعريه بدايه الامر، اكرمل البازاليا ايضا كرمله سريعه، نكرمل حبه البصل بطبيعه الحال، نضيف الباقه العطريه واللي هي كل من القرنفل الدارسين او القرفه بالاضافه الى الهيل، وعندي ماجي اللحم والفلفل الاسود بالاضافه الى الزبده. صار عندي جاهز والقوام المطلوب. ناخذ ايضا نظره على اليخني مالتنا، الامور طيبه. صار جاهز. طبعا الان راح نجي التجهيز برغل البازاليا. طبعا بطبيعة الحال اكيد نحتاج نكرمل حبة البصل، طبعا بالاضافة الى البازاليا مع الشعرية. مجرد ما تذوب عندي الزبدة راح ابدي بكرملة الخضار، كمية من الشعرية مثل ما نشاهد مشاهدينا. تحريك مستمر، تتكرمل عندي الشعرية بطبيعة الحال أو تأخذ اللون البراون المطلوب. راح نبدي بالإضافة أيضا نكرمل بآن واحد. الآن نحصل على الشقار المطلوب فيما يخص كرملة الشعرية. عندي باقة عطرية، شوية قرفة، شوية هيل ضفناها أيضا. راح أضيف حبات البصل، كرمل بآن واحد البصل والهيل بالإضافة للقرفة مع الشعرية. مجرد ما تكرمل عندي راح أضيف عندي البازاليا، فلفل أسود حب، وبتحريك باستمرار تكرمل عندي كل من الفلفل الأسود بالإضافة إلى الشعرية مع البصل والفلفل الأسود الحب بالإضافة إلى القرفة. ومجرد ما تكرمل عندي الشعرية راح أبدي بإضافة البازاليا بالإضافة إلى البرغل. استمر
للتحريك. عندي فلفل أسود حاب، عندي كمية من القرفة، بالإضافة إلى البصل مع الشعرية. طبعاً بدأ عندي يتغير لون الشعرية إلى البراون اللي هو البني، أو إحنا نقول الشقارة المطلوب. راح أضيف الآن البازاليا. ايضا كرمله سريعه للبازاليا بهذا الشكل. راح نجي الان نضيف البرغل، تبقى عندي فقط اضافه الماء. برغل الخشن، زبدة، بصل، شوية برغل، بالإضافة إلى البازاليا مع الهيل، فلفل أسود حب. الآن راح نضيف الماء. عندي الماجي، ننزل بالماء الحار هذا الشكل. طبعا مجرد ما نضيف الماء اكيد نملح شيك سريع للبرغل، ونكون انتهينا من تجهيز 3 أطباق من حلقتنا لهذا اليوم. بدايتها يخني الفطر واللحم، بالاضافه الى برغل البازاليا، وعندي بودينج الخبز. نوافي نتيجة طبعا النهائية للأطباق إن شاء الله. بختام حلقتنا لهذا اليوم مع تحريك مستمر بهذا الشكل، طبعا نغطي، يتبخر عندي المي، بالتالي أنص النار يتهدر عندي البرغل. هذا كل ما يخص 3 أطباق من حلقتنا لهذا اليوم، بدايتها اليخني بالإضافة إلى برغل مع البازاليا، وعدي الحلى كان بودينج الخبز. باقي عندنا فقط سلطة الجوز والرمان، سلطة خفيفة لطيفة راح نوافيها إن شاء الله بكافة تفاصيلها، لكن فاصل قصير ونرجع لكم. هلا والله، رجعنا لكم مشاهدينا بعد فاصل قصير. قبل الفاصل جهزنا اطباقنا، طبقنا الرئيسي لحلقتنا لهذا اليوم واللي هو يخني الفطر مع اللحم، بالاضافه الى الطبق الثاني المكمل له واللي هو برغل البازاليا. كان عندنا طبق حلو واللي هو بودينج الخبز. طبعا الخبز بعد ما تبلناه بالتتبيله مالته المتمثله بكل من البيض، بالاضافه الى الحليب، كميه من الفانيلا، بالاضافه الى السكر، خلطناها خلطه سريعه، ضفناها على الخبز مع المكسرات والكشمش المضافه. طبعا كان عندي صلصه واللي هي عباره عن كريمه الطبخ بالاضافه الى البيض مع كميه من الفانيلا والسكر. طبعا طبخناها مع الزبده على نار هاديه، صارت جاهزه خلال الفاصل. طبعا عبيناها بالقنينه مثل ما نلاحظ مشاهدينا، زعم التعزاز وما نضم عليكم شيء. طبعا الان نطلع مال الخبز بعد تتبيله، طبعا بعد ما حصلنا على الاستواء المطلوب. طلع عندي خبز شحمي، طبعا قلنا للتجهيز استعمال اي نوع مكسرات حسب الرغبه. الخبز هنا على الحراره امتص عندي البيض والحليب بالاضافه الى السكر والفانيلا، وتنكه وتشقر. بدنا نشوف عندي خبز شحمي، وهذا هو المقصود بودينج الخبز، الحلاوة الشحمية. باقي عندي فقط إضافة الصوص، تطلع عندي حلاوة كاملة، كافة معطياتها والقيمة الغذائية الداخلة بتجهيزها. طبعا نعوف هسه البودينج مالتنا على صفحة،
وراح نوافي اضافه الصوص ايضا. يخنينه عندنا جاهز ليطبخ على النار هاديه، وهنا المكونات لتتناغم فيما بينها بالاضافه الى البرغل. عندي الان عندي السلطه واللي هي سلطه الجوز والرمان، سلطه خفيفه لطيفه بكافه معطياتها بالاضافه الى الخضار والدريسنج المضاف. احتاج طماطم مثل ما نشاهد على الشاشه مشاهدينا الكرام، عندي شويه رمان، كميه من البرغل الناعم بالاضافه الى البقدونس، فلفل اخضر، كميه من البصل بالاضافه الى الجوز، دريسنج بابريكا، قليل من الريحان اليابس، دبس الرمان بالاضافه الى حمض الليمون والقليل من زيت الزيتون. نخلط المواد تطلع عندي سلطه رهيبه كافه مكوناتها وتفاصيلها. ناخذ المقادير ونجهزها سويه. طبعا عندي اغلب المقادير جاهزه بطبيعه الحال، رمان مفلس، البرغل عندي منقوع بالاضافه الى الفلفل مقطع، ايضا الطماطم مقطعه، البقدونس مقطع، كميه من الجوز. مقادير: رمان، جوز بالاضافه الى البرغل الناعم، عندي فلفل اخضر، طماطه، كميه من البقدونس، بصل اخضر، ريحان، الريحان اليابس بالاضافه الى البابريكا، دبس الرمان، عندي زيت الزيتون وحمض الليمون، طبعا ورشه ملح، وتصير الامور لوزين. طبعا راح نجي الان التجهيز. عندي احتاج اجهز دريسنج اللي هو مقصود به صوص التتبيله بالاضافه الى خلط المقادير الخاصه سلطتنا. طبعا نبدا الان بالتجهيز. بدايه الامر اكيد نضيف البرغل الناعم، طبعا البرغل يكون عندي منقوع طبيعه الحال، عندي بقدونس مقطع، كميه من الفلفل الاخضر، فلفل داره، حبه طماطه ايضا مقطعه، نضيف حبات الرمان والجوز والبقدونس. سلطه سهله بسيطه لكن لذيذه بطبيعه الحال. عندي الجوز، عندي بصل اخضر، راح اجي اجهز الدريسنج قبل ما اسوي شيك للمواد للمكونات. بدايه الزيت، عندنا حمض الليمون، عندي دبس الرمان، عندي الريحان اليابس، طبعا اكيد ريحان، ثوم، زعتر، ينترك مده ما تقل عن 5 دقائق حتى ياخذ المفعول المطلوب. طبعا تحريك، هنا رشة ملح، حمض الليمون، زيت الزيتون بالاضافة الى دبس الرمان، قليل من الريحان اليابس بالاضافة الى البابريكا. تحريكة سريعة، يمزج عندي الخليط. طبعا ريحة اليخني موضوع. راح نجي نضيف الصوص على السلطة. عندي برغل بالإضافة إلى الرمان مع البصل الأخضر، فلفل أخضر، عندي حبة طماطة والجوز. راح أسوي شيك مع البقدونس. لابس بصورة صحيحة. هذا الشكل. طبعا بإمكان إضافة القليل من زيت السمسم، انت وفر، موضوع اختياري. طبعا عند اضافه زيت السمسم نستغني عن دبس الرمان. هذا كل ما يخص تجهيز السلطه، باقي فقط التقديم. اكيد ننوه بصوره سريعه على مقادير السلطه ونقدم اطباق حلقتنا لهذا اليوم. بدايتها كان يخني الفطر واللحم بالاضافه الى برغل البازاليا، وعندي بودنج
الخبز بالإضافة إلى سلطة الرمان والجوز. نأخذ المقادير الخاصة تجهيز السلطة ونبدأ بتقديم أطباق حلقتنا لهذا اليوم. مثل ما نلاحظ المقادير مشاهدينا مشاهدين قناة الفلوجة، بدايتها كان عندي رمان، كمية من الجوز بالإضافة إلى البرغل، بالإضافة إلى كمية من البرغل، بالإضافة عندي كمية من الطماطة والبقدونس، عندي بصل أخضر ريحان يابس، بابريكا، بالإضافة إلى دبس الرمان، وعندي زيت الزيتون وحمض الليمون، رشة من الملح والأمور طيبة. اليخني جاهز تقريبا، طبعا معظم اطباق حلقتنا لهذا اليوم كلها صارت عندنا جاهزه. بدايتها كان عندي السلطه، طبعا راح نبدا الان بالتقديم سلطه بدايه الامر نقدمها. السلطة اللي هي عبارة عن دبس رمان بالإضافة إلى زيت الزيتون، حمض الليمون، بابريكا، القليل من الريحان اليابس، بقدونس، بصل أخضر، كمية من الرمان المفلس، برغل منقوع، كمية من الجوز، طماطة وفلفل أخضر، السلطة عندي جاهزة. سلطة الرمان والجوز بكافة تفاصيلها تناولناها، سلطة خفيفة لطيفة. عندنا أيضا بودنج الخبز، طبعا بودنج الخبز جهزنا صلصه، يعني التذكير فيما يخص تجهيز البودنج، اي صمون قلنا اي نوع صمون يكون عندنا جاهز، فرنسي، صمون برجر، بالاضافه الى خبز التوست بامكان استعماله. طبعا تتبيله باستعمال كل من الحليب بالاضافه الى البيض، كميه من السكر بالاضافه الى الفانيلا، تنخلط بالبلندر تنضاف عليه 10 دقائق يتنقع عندنا، كشمش مكسرات. الصلصه الخارجيه اللي جهزناها صارت عندي جاهزه، واللي هي عباره عن كريمه الطبخ، كمية من الكاكاو الباودر، زبدة قليلة، فانيلا، سكر باودر. طبعا الآن راح نتبلها بهذا الصوص، وقلنا هذا النوع من الحلويات هو عبارة عن الحلا شحمي، يعني أو بتعبير آخر المطاطي. وأكيد الكشمش. أكون انتهيت من تقديم طبقنا الأول، الثالث عفوا، اللي هو بودنج الخبز. الآن نقدم البرغل، صار عندنا جاهز. برغل البازيليا مع الشعرية، قليل من البصل، كمية من الهيل، فلفل أسود، كمية من القرفة اللي هي الدارسين، طبعا الماجي زيادة نكهة، والقليل من المي والملح، يطلع لنا برغل مرتب مكمل طبقنا الرئيسي اللي هو يخني اللحم والفطر.
باقي عندنا مشاهدينا مشاهدين قناة الفلوجة فقط آخر الأطباق واللي هو اليخني واللي هو طبقنا الرئيسي في حلقتنا هذا اليوم. طبعا أيضا صار عندنا جاهز تناولناه بكافة تفاصيله. الآن قدم اليخني طبعا يخني اللحم والفطر طبخناها باستعمال كل من الثوم والزنجبيل والفلفل مع الفطر، قليل من كريمة الطبخ والتوابل على اختلافها من كاري وقزبرة، بالإضافة إلى الفلفل الأسود، طبعا بصل لؤلؤي. طبعا طبخناها باستعمال الفطر الكريميني. راح نضيف الآن الصلصة، صلصة اليخني. بالتالي نكون انتهينا من تقديم أطباق حلقتنا لهذا اليوم. بدايتها يخني الفطر واللحم بالإضافة إلى برغل البازيليا مع بودينج الخبز، وختامها بالسلطة اللي هي سلطة الرمان والجوز. مشاهدينا أطباق حلقتنا مثل ما نلاحظ ونشاهد تناولناها بكافة تفاصيلها ومعطياتها، وصلنا للختام. أتمنى تكون وصفات حلقتنا لهذا اليوم نالت إعجابكم. انتظرونا غدا إن شاء الله وبإذن الله بحلقة جديدة وصفة جديدة من مطبخ صلاح. دمتم بأمان الله وفي مال الله.